حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية. نبدأ بهم العناوين. في صحيفة الزمن: صلاح الدين تفجع بمزرة لمسلحون يقتلون 7 أفراد من عائلة في البودور. وفي صحيفة المدى: أوساط صلاح الدين تستبعد مسؤولية داعش عن جريمة البودور. أما في موقع الحرة: العراق مليارات الدولارات مفقودة في عقود جولات التراخيص واتهامات لشخصيات نافذة. في العربية الجديدة: الحوثيون يرفضون الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في اليمن. وفي القدس العربي: تركيا تعلن استئناف العلاقات مع مصر وتتوقع تطورات إيجابية مع السعودية والإمارات. في الاتحاد الإماراتي: البرلمان الليبي نقل جلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة الوحدة إلى طبرق. وفي الشرق الأوسط: الصحة العالمية تؤكد سلامة لقاح أسترازينيكا بعد مخاوف جديدة. انتهت جولة البابا في العراق ولم تنتهي أعراس السلطة المخادعة، وغادر البابا إلى روما ولا شيء تغير في العراق إلا صلواته ومباركاته التي كانت أحزاب الخراب في أمس الحاجة إليها، وهي تتهاوى في الحضيض فشلا وفسادا وجرائم بحق الإنسانية. هذا ما ذكره محمد الجميلي في صحيفة البصائر، الذي أضاف أن البابا ومن أرسله يعلمون أن الفاسدين الذين جاء بهم الاحتلال لا يمكن أن يحاربوا الفساد، وأن العدالة والنزاهة والشفافية الغائبة منذ عام 2003 وحتى آخر قداس للبابا لا يمكن أن تتحقق في ظل نظام طائفي يقتل شعبه بينما تحضر رموزه صلوات البابا. لا أدري لمن وجه البابا كلامه، لتصمت الأسلحة ولنضع حدا لانتشارها هنا، ولتتوقف المصالح الخاصة والمصالح الخارجية التي لا تهتم بالسكان المحليين. هل وجهه للحكومة العاجزة عن وقف إطلاق الصواريخ الإيرانية على مقراتها، أم للميليشيات التي شكلت هذه الحكومة وتعمل من أجل مصالح إيران ضد مصالح العراق، أم للقائد الميليشياوي ريان الكلداني المدرج على قوائم الإرهاب والذي باركه البابا نفسه وأهداه مسبحة صلاة لتزيد من حسناته، أم لهادي العامري قائد ميليشيا بدر الذي يعرف جيدا معنى تقديم المصالح الخارجية على مصالح السكان المحليين، فهو المقاتل مع الحرس الثوري الإيراني ضد العراقيين أثناء الحرب بين العراق وإيران. ربما ظن البابا أن قادة أحزاب السلطة وميليشياتها ستعرق جباههم خجلاً وحياءً، وهو يحدثهم عن منجزاتهم في البطالة والفقر، وأنه لا يجوز استخدام اسم الله لتبرير أعمال القتل والتشريد والإرهاب والبطش، وهذا ظن في غير محله، فالذين يخاطبهم البابا قد فعلوا تلك الموبقات كلها، وما زالوا يفعلونها باسم الله وباسم منهج الحسين. ولا شك أن البابا يعلم بأن معاناة المسيحيين بدأت قبل ظهور داعش بكثير، فقد بدأت مع بداية الاحتلال مثل غيرهم من العراقيين، وتصاعدت في ظل الحكومات الطائفية وميليشياتها التي اغتصبت دورهم وممتلكاتهم واضطرتهم للهجرة خارج العراق. وأضاف الكاتب أن الحديث عن أن زيارة البابا قد ضمدت جراح العراق لا نصيب له من الواقع، بل الصحيح إنها قد ضمدت جراح المسؤولين وأحزاب الخراب، وجملت وجوههم القبيحة وسعت لتطهير أيديهم التي للآن تقطر من دماء الثائرين المطالبين بحياة كريمة ووطن مستقل.
بعد أيام من انتهاء زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، تلقى الشيخ الأزهر أحمد الطيب دعوة رسمية عبر مبعوث خاص من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان لزيارة العراق. فاتح عبد السلام رأى في صحيفة الزمان أن دعوة الشيخ الأزهر إلى زيارة العراق هي محاولة من السلطات الحكومية لتلميع صورة النظام الطائفي في العراق. كيف وردت فكرة دعوة الإمام الأعظم للأزهر بعد 3 أيام من انتهاء زيارة هي الأولى لبابا الفاتيكان إلى العراق؟ لم يظهر تصريح رسمي يشير إلى التاريخ الذي تم فيه ببغداد اتخاذ القرار في توجيه الدعوة للأزهر، وهل كان القرار سابقا في التوقيت على زيارة البابا أم أنها دعوة وليدة لما تراه بغداد نجاحا إعلاميا لزيارة الحبر الأعظم؟ البابا كان يمثل الكنيسة الكاثوليكية حين زار بغداد وبعض المدن، متفقدا كنائس المسيحيين التي دمرها داعش والمدن التي هجرها المسيحيون. يا ترى ماذا يمكن أن يكون في جدول زيارة شيخ الأزهر من مفردات؟ هل يقررها هو أم أن الحكومة العراقية ستقترحها عليه في تحديد أماكن الزيارة؟ وهل سيتفقد مساجد مهدمة ومصادرة منذ عام 2003 أم أنه سيزور ما تهدم بيد داعش فحسب؟ هل يراد من الزيارة أن تكون دينية كما أعلنها من قبله البابا فرانسيس حين ركب في الطائرة وحين حضر إلى تجمعات فيها سياسيون وقف شاجبا الفساد وسوء استخدام السلطة والتهجير واستعمال السلاح؟ لماذا يفترضون أن الخلفية الفكرية في التعاطي مع العراق متشابهة أو تكاد بين باب الكنيسة وشيخ الأزهر؟ ويستمر الكاد في تساؤلاته، لماذا نرى ساسة العراق واثقين من أن شيخ الأزهر سيحج إلى العراق بعد الحج الذي أداه البابا مباشرة؟ أثمة علاقة؟ وما هي إن وجدت؟ ليس هذا فحسب، هناك أسئلة كثيرة لعلها تدخل في صلب التفكير الذي أفضى إلى نتيجة مفاجئة وغامضة هي أن تجري دعوة شيخ الأزهر إلى زيارة العراق، وكأن الرجل خالي الذهن عن هذا البلد وظروفه والحسابات التي يقع في قلبها. على الرغم من الواقع العراقي المخيف والمربك، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاثنين الماضي في كلمة له بمناسبة انتهاء زيارة البابا فرانسيس إلى العراق، دعا القوى السياسية كافة والحركات الشعبية والشبابية ومعارضي الحكومة، دعاهم جميعا إلى حوار وطني. وهنا تساءل جاسم الشمري في موقع عربي 21، كيف يمكن الدعوة إلى حوار وطني بين ركام المدن وأمواج الدماء التي تسير في العراق؟ ماذا يقصد الكاظمي بالحوار الوطني؟ ومن يتحاور مع من؟ الضحية مع الجلاد أم المقتول مع القاتل؟ أم المظلوم مع الظالم؟ أم المهجر مع المهجر؟ وهل هناك مناخ ملائم أو أرضية صالحة أو واضحة لهذا الحوار الوطني؟ معلوم أن الحوار ينبغي أن يكون على أرضية خصبة وليس على أرضية مليئة بالكراهية والمطبات والمهلكات والمنغصات. وطالما أن مطلق المبادرة هو رئيس الحكومة ومسؤول السلطة التنفيذية، لهذا عليه تطبيق جملة من القرارات والفعاليات في الدوائر الأمنية والسياسية والقانونية حتى يتحقق هذا الحلم الجميل. لأن من لا يسعى لتهيئة الأرضية الصالحة للحوار ستكون دعوته مجرد دعاية سياسية غير مثمرة، وربما مجرد فعالية سياسية عارية عن الصحة والتطبيق. والعجيب أنه وبعد عدة ساعات من دعوة الكاظم للحوار، اغتالت الميليشيات والد المحامي المختطف علي جاسب بمحافظة ميسان الجنوبية، وفجر الجمعة ارتكبت القوى الشريرة مجزرة جديدة في منطقة البودر بمحافظة صلاح الدين، وقتلت 7 أفراد من عائلة واحدة. فكيف يمكن التأسيس لحوار وطني وسط أمواج الدماء البريئة؟ أضاف الكاتب أن من يريد الخير للعراق عليه أن يزرع الأمل بالأعمال وقوة القانون، وليس بالخطابات الخالية من القدرة على التنفيذ على أرض الواقع. لا أحد في لبنان يصدق أن ميشيل عون رئيس الجمهورية هو من يقف وراء الاستعصاء الناجم عن عدم تشكيل الحكومة.
الجميع مقتنع أن حزب الله يريد الفراغ ويربط هذا التشكيل بالمفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وهنا حازم الأمين رأى في موقع الحرة حزب الله رآه غير معني بمصائر الناس في الدولة التي يحكمها من ألفها إلى يائها. بالنسبة إليه مكاسب طهران أهم من مصائر اللبنانيين ومن احتمالات نهاية لبنان. الغريب في هذه المعادلة أن الحزب لا يستشرف سوى المصلحة الإيرانية، لكن بقاء لبنان من المفترض أن يكون جزءا من هذه المصلحة طالما أنه بيدها. كلمة واحدة من حزب الله وتتشكل الحكومة وينتظم نصاب سياسي من الممكن في ظله مباشرة مسار من المحتمل في ظله فعل شيء، لكن الحزب لا يريد، وليس هذا جزءا من همومه. المفاوضات تجري على مسار آخر تماما، تجري هناك بين واشنطن وطهران. لبنان مرتهن بالكامل لهذه المفاوضات، هو ليس بلدا، هو مجرد ورقة بيد النظام الإيراني. هذا ما آل إليه بعد أن صار ميشيل عون رئيساً للجمهورية. حزب الله ليس شريكاً في المسؤولية عن الانهيار، إنه المسؤول الوحيد عن هذا الانهيار. الأطراف الأخرى لا تعدو كونها ديكوراً لنفوذ الحزب، لكن المدهش هو مستوى انعدام الحساسية. اللصوص يعاينون الناس وهم جياع، رئيس الجمهورية يشاهد الناس يتعاركون على أبواب المتاجر بحثاً عن حليب لأطفالهم من دون أن يرف له جفن. حزب الله لا يعنيه طبعا هذا المشهد، فهو جزء من حساسية أخرى تماما. اللبنانيون متركون لوحوش يحاربون في معركة أخرى. وعلى وفق قول الكاتب، فإن ما يمر به لبنان ليس أزمة عابرة ولا مجرد انهيار لنظام في دولة، فالمجاعة تقترب، وجبران باسيل مفوض من حزب الله بمنع مقاومتها لقد فقدوا أدنى شعور بالمسؤولية وكشفوا عن وجوههم وقالوا للبنانيين: ها نحن لصوص صغار وفاسدون وعملاء، لكننا نملك تفويضا بقتلكم إن لم يكن بانفجار بحجم انفجار الرابع من آب، ففقرا وتجويعا وكورونا إلى جانبنا في هذه المهمة. تحول الفلسطينيون بعد نكبة عام 48 ثم نكسة حزيران عام 67 إلى جسد مقسم بين الذين ظلوا ضمن ما يسمى الخط الأخضر وصاروا مواطنين في الكيان الصهيوني الناشئ على أنقاض بنيتهم الوطنية الفلسطينية، ولاجئين في الدول العربية المحيطة وخاضعين لسلطة احتلال في الضفة الغربية وغزة. صحيفة القدس العربي رأت في افتتاحيتها أنه من المفيد في أجواء الانتخابات الحالية التي ستجرى في الضفة وغزة والقدس أن نحاول فهم ما يحصل على ضوء هذا المنظور. تحول سكان الضفة وغزة بعد اتفاقيات أوسلو وعودة منظمة التحرير إلى فلسطين إلى سكان في جغرافيا مقسمة لخرائط بأسماء الأحرف، تحكمها سلطة وطنية فلسطينية تسعى للحصول على سيادة مكتملة ووضعية دولة، ثم انقسموا مجدداً بعد نزاع فتح وحماس عام 2007 ليصبحوا مواطنين تحكمهم سلطتان وطنيتان مهددتان دائماً بالهجمات الإسرائيلية والحصارات وإمكانية إعادة الاحتلال. كان ملحوظاً أيضاً في سياق مناطق السلطة الوطنية الصراعات الناشبة داخل حركة فتح، والتي كان آخر تداعياتها فصل عضو لجنتها المركزية ناصر القدوة من الحركة. كما طفت على السطح أنباء عن خلافات مع القائد الفتحوي الأسير مروان البرغوثي الذي أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية ثم تراجع عن ذلك، والقيادي في الحركة نبيل عمر الذي أعلن أيضاً إمكانية ترشحه خارج قائمة فتح. من جهتها فقد نجحت حماس في إنجاز انتخابات داخلية أسفرت عن فوز جديد لقائدها يحيى السنوار بعد معركة صعبة مع القيادي نزار عوض الله، لكن الإجراءات لم تخلو من نقد يطالب على لسان القيادي يحيى موسى بدمقرطة كاملة للحركة من حق الترشح والدعاية وتقديم البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية والنشر والاعتراض والطعون، وهو طرح تجاوز طروحات المعترضين الفتحاويين الكثر. ورأت صحيفة أن هذه الظواهر تدفع إلى التساؤل عن إمكانية حصول ديمقراطية مجزئة على أقسام الشعب الفلسطيني
الخاضع كل قسم منه لظروف مختلفة، ويزداد السؤال خطورة حين يوضع ضمن منظور مواجهة الفلسطينيين المجزئين جغرافيا وسياسيا بشكل لا يشبه أي شعب آخر في العالم لخصمهم الصهيوني، والذي يحاول التلاعب في انتخاباتهم والحد من نزوعهم الديمقراطي بقدر ما يهمه إبقاء سيادتهم منقوصة وانشقاقاتهم مستمرة. خطى الليبيون خطوة عملاقة باتجاه ترسيخ السلام بعد أن منح البرلمان الأربعاء الماضية في مدينة سرت الثقة لحكومة عبد الحميد بيبا، والتي تشكلت بعد توافقات سياسية بين الأطراف المشاركة كافة في الحوارات التي رعتها الأمم المتحدة ودعمتها لوضع نهاية للفوضى والعنف التي سادت البلاد. صادق ناشر رأى في صحيفة الخليج الإماراتية أنه من الواضح أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية أصبح الملاذ الوحيد لإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي. صحيح أن منح الثقة لحكومة دبيبة استغرق وقتاً، وهذا أمر متوقع نظراً للتقاطعات السياسية الكبيرة في بلد مزقته الحرب، لكن الملاحظة أن البرلمان تغلب على هذه العقدة ليتجاوز الليبيون بذلك أهم مرحلة من مراحل إعادة الاستقرار لبلد اكتوى بنار الحرب ودفع أثماناً باهظة من أرواح الناس وممتلكات البلاد وإمكانياتها. مع ذلك فإن حصول الحكومة على الثقة لا يعني أن التحديات انتهت، بل هناك كثير من المهام يجب أن تنجزها، وأبرزها بالطبع إعادة الأمن والأمان لكافة أرجاء البلاد، وإنهاء حالة الانقسام السياسي، وإعادة تشغيل العجلة الاقتصادية بما يساعد في إعادة البنية التحتية التي دمرتها الحرب، والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في كانون الأول المقبل. وذلك يعني أن يشمر الجميع عن السواعد لمساعدة الحكومة في إنجاز مهامها، والتي لا تقل أهمية عن مرحلة الاتفاق السياسي نفسه. لا شك في أن كثيراً من القوى السياسية خسرت من الاتفاقية التي أفضت إلى وقف الحرب، لكن ليبيا هي التي كسبت في نهاية المطاف، وسواء حصل الجميع على كل ما يريدون أم لا، فإن المرحلة المقبلة هي المحك والاختبار الحقيقي لإثبات أحقية هذا الطرف أو ذاك في تسجيل الحضور في المشهد السياسي. أضاف الكاتب أن على الأطراف الليبية أن تتذكر أن الحرب لم تصنع سوى المآسي، لأن استمرارها كان يعني القضاء على وحدة التراب الليبي، والتوافق وحده هو الذي يحفظ دماء الناس ويؤسس لدولة قوية يحكمها القانون لا العصابات. في السنتين الماضيتين انتشرت مقاطع تقنية التزييف العميق ديفك بشكل كبير جداً، تلك المقاطع المصورة التي سببت مخاوف كبيرة من استخدامها في أمور سيئة. واليوم تمكن علماء من جامعة بوفالو في الولايات المتحدة الأمريكية من ابتكار طريقة مدهشة وبسيطة لكشف التزييف العميق، وهي من خلال متابعة الضوء المنعكس من المقلتين. يقوم النظام بكشف المقاطع المقلدة عن طريق تحليل قرنية العين التي لها سطح يشبه المرآة التي تولد أنماطا عاكسة عند سقوط الضوء عليها. وفي هذه الاختبارات التي أجريت على الصور كانت الأداة فعالة بنسبة 94% في اكتشاف ديفك، ويخطط الباحثون لتحسين فعالية طريقتهم الجديدة، فالنظام الجديد في شكله الحالي لن يكتشف التزييف العميق شديد التعقيد، ولكن لا زال بإمكانه أن يكتشف العديد من مقاطع التزييف. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.